وين ما ذهبني اثنين ظهر ما عندها شغل ظنيت وين ما ذهبني اثنين ظهر ما عندها شغل ويا وغاث بدحك من يا يا بنت العين غلب ابن الشاشة عزيزة ماذا تعزي زدت في قلب عزيزة عزيزة ماذا تعزي زدت في قلب عزيزة مثل غزان قزي يا 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 بنت العين في الشطعام الحويصة يا ناسنا واش بيا ومن نصحب ويعود هارب يا ناسنا واش بيا من نصحب ويعود هارب يا يا انا قلش مرفيدي يا يا انا بنت العيدة في جناحي عجالبة الكحرير نمسدني امشي وطاح بناي من الكحرير نمسدني امشي وطاح بناي شوارب زبيب رمريكي من جار غضا ضواي ياخ نبيت اللي ما ضوق يا ياه يا نبيت العيب صمر بحر العليقة ها ها المرتقوشة اما تكثريش من النوار هذاك اللي يضرك تنفخيه عيني عليك تسمي ما شفتكش حبسي مخيتك تتفلقي حبسي يعني. هاك رايحين ننسى انا رايحين نشوف ام عيده ام عيده ماهيش في الدار هي هي عند سوزارة ربع رياح هات عليك يا محمد وصلهم هاي تبوني علاها تيت منكري في الذمه ولا امشي يا سخري لي عندك شو كذاب عندك الفرياس عندك ده جاي تري مرتقوش لا ها عندك شو كذاب ها يا ربي يا جدي يا واش راك انا راني لاباس نشفع عليك خيال يا جدي كنت صغير انايا انت شفا جدي يا كي كنا نسكروا الباب بالسدره ما عندناش الباب يا واحد النهار جا دخل عندنا الريب قريب كلاني يا تجري وراه انت وبابا ربي يرحمكم ها ليه جبتها هذه هي المرتقوشه معزتي يا جدي ها ما نخليهاش وحدها كي يجي الربيع
هي تطلق الروحه وتبدا تغز من طرف وتكثر من نوار المرتقوش ومن بعد تنفخ خاف تتفلق. هذيك نمشيها معايا. ايه هذاك مكان. ايه ايه محمد ابني تعيش وانت مهود ديري معاك المعزه تاعي ديري لمرتك وشارك. ثم له لحقيني توحشناك ليه ما كنتش معاكم الصباح؟ جاي تسلموا على راسي هذه فيها حاجه هذه. اخي العشيه عندكم لما تي لا طلقة روحك هاك نعطي طراش وجهك. يا خلايا نادبة الروح عندي بالقريحة. والله عييت فيها يما عيدة باش تعدل روحها ما بغاتش. وانا لا نعدل ولا نزين. على خاطر صغيرة. والصغر عنده حق عليك. يا المهبولة. ما تخليهش عطشان رويه. راه المرض والموت عقابنا. اسمعي الكلام المعدول من عند اللي تفهم. نفهمها يا وحتى انا ما فقش تفاتني الحال وكبرت. شوف اخي شي ذاك الضحك اللي انا ندمه على صغري يعني ها عندكم تقولوا ولا يني انا اللي زيمكم شياتي نولهكم عندكم اتهلاو في الزين والصغر. صح معيد عندك الحق بس حنا له نزيد طرناش في عرس. ليه ما راكيش في عرس؟ انا عندي كل ما يرجع ولد عمي من بعيد عندي عرس. صح يعني مقصود يا ام عيدة ما كانش ننسى البرانيات اللي نلبس ونعدل ونتباهى قدامهم. ايه انا دبي على المرأة حتى ان يكونوا البرانيات به تعدلي وتتباهي. قربي نقولك يا وكاين اللي راهم في جنبك كل يوم يشوفوا فيك وانت ما كيشوفي فيهم. اما عيد الله عيش ما تخوفينيش. ايه ندبي على الجايحه انا نهدلك عليه ما انا ما مش عفرتها. مالا شكون هذو اللي يشوفوني وانا ما نشوفهمش؟ الاول فيهم او في جنبك راجلك ولا من كثره اللي عاشرتيه عدتي ما تتولهيلوش. والثاني او عابر السبيل زينا. يا يما عيد انا مالفا بيكم ومالفين بيا ما كان له. صح مالفين ببعضنا بصح انتي عندك ما خير كي نشوفك زينه وعادله ونقول مبهاها الطفله بهجال العين. والله كي نشوفك مرويه مساسك راسك ونقول يا لطيف هذه خارجه من ميتمه. ساره ما عيده انا مرويه وتسمي ومنك تشوفوني. ايه ندبي على الدابه لا بغات تفهم او انا مديت بيك المثل برك. بنتي عمرها ما كانت مرويه. بنتي زينه اسمينا لحمتك حنينه بصح كي تزيدي زينه على زين يسخالك القلب الحنين. يا فاطمه فهميها بنيتي بالشاقور فهميها طلعت لي الدمار. قول بنتك معيده ما عندك ما تقولي. يا انا خايفه نروح للدار نبدل يشوفني سبتي يضحك عليا. ما يضحك ما والو العشيه تروح نعدلها نحمر لك ونكحل لك. عندي واحد الحماير جابه لي عيسى من تونس يهبل من بعد نعدك فديري. هي على بالك فيه يديروه. صار العشية ما عيدة نعدلها. اي تروح للسبت ما يعرفهاش. اي هات برك ما يبيتنيش البرة. يا لو كان يبيتك يا ونروح نمطر بطريحة. ما عيدة قهوتك مازالت حامية؟ مازالت شربية. هذه شربية فاطمة نشربوا مع بعضنا. بصح انا نعطيكم في فنجان واحد انا ما درتش حسابكم. معليش ام عيده نداولوا عليه.
هاك ياه قهوتك واش مليحة يا ام عيدة تشعلكي هاي قهوة الجمرة ام عيدة كش ما جبتي في العمارة هزا خميرتي كيما موالفة انا قلت لهم بالك شناكل شوي ونصدق شوي انا يظهر لي انت يا يتجوز فيك الصداقة يا السخافة هاك اه خميرة امك عيدة ها بنينا على كيف ام عيدة صحة اي في خلقي ما شفتش واحد ياكل الخميرة زيها ام عيدة ما تقوليش نصبح انت قاعدة وحدك من هو قال لك كنت وحدي يعني انا كنت شيخ مع جدي الله يرحمه انا عولت وطمعت زعما تلوحي العصابه الساعة لقيتك مع جدك قولي لي اي ما عندك حاجه كي وصلت لقيتوني كملت المشيخ معاه ارتاحوا بناتي شوي في البحر تحت شجره جدي ومن بعد انا نتلها بك اه يا شجره جدي شجره ربع رياح يا ربي يا ربي يا الواحد فك حبس محمد ولد مقران انا كبدتي راهي فاسخه عليه ما عيدة مسكينه راهي تبكي نهار طول وحكمه الخناق تبكي واش من مرقه حرقت شوربها استنى جمعت واش بها اختي عايده نهار كامل وهي تبكي ما عجبتهاش الحاله اللي راهو فيها محمد الدال مقران على هذا قدام ما شفناه والله ما هي قادرة تدخل الدار اللي فيها محمد محبوس صار أختي عايدة تحاشمني عندك لا يكون قلبك حنا لجا العيدة ماشي هي اللي العار دخل دارها هدا المقرى ما تكحلش قلبك بزاف والله ربي عالم قداه قداه وجهك عزيز علي يا عيسى وأنجيلو ثاني وعيدة بصح ابني راه طالب المحال عيسى حنا قريب نسيو في المصيبه وانتم تحيو في القضيه والله ما حق عليكم بالعقل الجماعي خوك ما شكيتش ينسى راه في حاله ينسى والله يقعد حنا ما ناس سايبين به ندخلوا العار لدارنا هيا انتم ترضوا تدخلوا العار لداركم نهضروا على صحه خوك ومن بعد نهضروا على اللي تسميه انت عار انت طالياني واش تفهم الحرم ولا العار اه كشم الجمعي حشم هذا الطالياني اللي مقابلك راه خونا ولينا حشم معليش عمي مقران ما تتغشش ما تحمق دا المقران احنا ما جيناكش اليوم على القضيه نتاع الطفله اللي بغاها محمد احنا جيناك تنقص الحبس عليه شويه بلك شيطان الغش كحل قلبك اتولى شويه عمي مقران ما بيه والو راهو نظيف ماكل شرب بصح هذا راهو راجل يمشي يتحرك ما هو شي خروف تربطوه اي والله زيد قول له زوجها له وخلاص يا دا المقران حياتك سيره واحد ماذا من عمره محمد هذا ابنك كبدتك الجمعي عيسى وانجيلو عندهم الحق الله ينعم عليك يا ابليس الله ينعم عليك روح اطلق خوك روح الشيب لو كان مطلقو راه يتلع وهذا المره والله من روحه قبل ما يتلعش انا هو الظالم ما تمنوش ما هيش غريبه اول يديه لعندها عيب هذا الهضره عيب لكن بغيه يخرج معايا ان شاء الله قدام المقرن لو تباعد الشواطن اللي عليك وتشوفه بعين الرحمه والله لو تبقى الحاله هكذا غير تحطوه تحت التراب روح الجمع يجيب خوك روح خلاص بدل لك رايك غير يهضر عيسى هذا خلاص مالا لو كان يقول لك زوجها لو تروح تزوجها وتقبل شوف دوك طلع لي الدمار ونقول له زوج انا ما ندبر على الدال مقران ما نبدل له رايه ربي ان شاء الله يجعلنا ديما دلالين خير وعمرنا ما نرضاو بالمنكر
تشوفش ليه يا عيسى، ما تشوفش ليه. صح انا الغلط اللي عطيته الحكمه في يده. قولوا لاختي عيده دخلتها عزيزه عليا ياسر. بربي بربي تفرى على خير عمي مقران. والله يا دال مقران لو ما وصلتش الامور للذل والمهانه ما كنت لا ندخل روحي لا انا لا معي. يا سيدي كانوا عينيكم مغمضين من الغش، هو يعاند وانتم ما تعاندوا حتى وصلت ربطوه. ما بقيت له غير الموت. وانت دال مقران ترضى لولدك الموت؟ الله ينعم عليك يا شيطان، الله ينعم عليك يا شيطان. اهلا محمد، زين ما وجدتش روحك؟ روح عندنا لما وراك معروض. روح بدل وامشي مع عمك عيسى وسل على امك عيده. الله يطول في عمرك يا دال مقران. ما تخافش راهو معايا، كن متهني. يجيك بخير يجيك بخير. انجيلو. نعم. سامحني على قول ابني الجمعي. راكم سامحين عمي مقران. بقاو على خير. في الامان. على خير عمي مقران. في الامان انجيلو. شيء مش بيك هذا؟ تسرحوا زيدوا روح معاه واسمعوا غناه، هو اللي فزدوا. يا اخي انا قلت لك تحبسوا. انا نقول لك اليوم تسرحوا. يا بابا سكر. بابا والله غير نص كلامه مو صح، غير ما تسمعولوش. وحق النعمه صار فيه العجب. خليه يا محمد يقص علينا، ويلا لقيت الزايد نقصو. صار عيسى رديتني مضحكة ها؟ وراس خويا ما راك مضحك. خليها وجلو يقول وش بغى. هو نسى وش داير فيا بفعال. وين نصدو نكملوها بمدعقة. اسمع انا ربي اعطاني الزين والبها، واللي يشوفني يشبك. سبحان الله. سارة ها القصة لحكاية الكل ولا قصة واحدة برك؟ وعليه كاين عرامة كاين واحدة قصة واحدة. يعني بان الزين والبها خليه قص ولا قص انت. قول يا محمد ما نقدر تقعد نحبس في التوزة. ام حنة هذه المخلوقة هذه اللي اسمها حدة هذه التونسية زي ما هذه اللي قريب قلت لك عليها. شفتني ربي يكشفك. يا خيان يا خياني لويزا بنت فراري وش زينة نشوف ماذا هي زينة ومتي يدد بسمينة. سمعتي تعدرش هكا لصاحبتي والله نحسب خاصة تبقى راح تدي لها الراجل وانتي قاعدة تشكر فيها تقول كذا هي زينة. يا سيدي لا غير هي اللي راهي تشوف معها. خلي حتى هي زينة مالا تر كما قالت ام عايدة. بعد الليلة كانت عندنا حفلة وهذيك الحفلة درناها في تونس في نفطة جوية واد الزيتون وطالت بين السهرة حتى الصباح. أنا كنت راقد في الصباح وقلت هو ثاني قاعد يرتاح يعني نخر ويجي وجوز توان ساعي صلود لود وش صار وش صار. قالوا لي يا وصاحبك حكموها رهينة. رحت نجريها زيت هارون معايا وش نلقى؟ نلقى سيخونا كان يمشي ورا الزين حتى نخرج له باباها. كان حتى حكمك بيها ومطرك بطرح. وهذا ما عيدة من الخوف وجدار راح الباباها قال له واني خماس اني جيت خشمة مدلي خدمة الخمس عندك على خطر باباها عنده فيرما كبير. ما لهاش تسلكوا فيك. أسنى أسنى قولوا يحكي هو وهارون وجداروا فيها من المكرة. أنا على المدقة حلفت ما نزيدش ندق على جانه وزيد أنا هذيك اللي أنا ما رقدتش ماي التعبان ما أنا خليته عقب النهار كامل خدام عند مول الفيرما. والله غير خلوني جاو شافوني قلت أنا ذوك يطلقوا صراحي
من بعد زادوا راهو خلوني. سبحان الله، انت قلت خماس خليناك تخمس. وعلى ما ربت وين تهرب؟ عندهم الخدامه والعسى بزاف، وعندهم واحد وين تهرب؟ اخويا محن، هذا الشيء الكل صرا لك. ما عيدا كاش عندك اخبار على هذاك الغزال اللي ربيتيه؟ ايه يا عيسى يا بني، الغزال اللي ربيته رضعته وكبرته وبلفات غطيته، كبر وناظروا القريونات يا خاني للزمان كنت مخليته، حتى واحد النهار فطن الصباح يلقى رجليه ينملو ياكلوا فيه، تلع يجري 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 يجري، نوصل لوحد الغابة بعيدة يلقى واحد المرأة ولا يمي ماهيش زي النساء الاخرين، يا خوياني زينها ما صراش، هي شعارها طويل اظفاير ما تنطواش، بس هاك بدي عينيها دامعين حمر، قالها الغزال تاعي وش بيك الوليه؟ قالت له انت اللي بيا، قالها انا اللي بيك، الهركي تبكي، قالت له على خاطر انت يا ابني ما درت وخاوتك ما داروا، حار حار الغزال تاعي وقالها تي منهم هذو، انا ما عنديش خوتي، انا راني فرد واحد عندهم معيده، قالت له عيدة هي شمك، هي حملتك وما هي أمك وام الأخرين، قعمش ابني الغزال وقابلها يلي شافي عينها صدق بالرب وصدق بيها وفر راح لا زاد ولا. أم عيدة، ومن بعد هذا الغزال ما عدت تشوفيه في المنام ابنك؟ وفي الحقيقة يزورني في الخيال في القصص والمحاجيات. ايه يا الغزال، خلاص انا رايح نبص، رايح نبص، يدخل الراعي نتاع عيسى لداري ويزيد يدبر للشايب ويسمع له. ايه ايه انت صح، هذاك مداير لك هكذا؟ اهدنا الجميع اهدن، راك قلقتني. عندك الحق، انت ماكش حس بالنار اللي راهي تقضي هنا. اسكت اسكت وخمم معايا، نديروا له ضربه باه تقضي النار في ظهره. ايه شكون عيسى هذا اللي الناس مديرت له قيمه ومزيه؟ يا والله والله لو كان جا في طريقي اني نحيتو يا حراه. شفت صاحبي يستاهل القتيله. انت وكتا تمشي للصيف للطفله هذيك؟ قول بصله ماشي طفله، بصله ولا بطاطا، مدايره حاله في خول جمعي، حولت لها من الدار. تعرف لو كان متزربوش تنحيوها كي الشوكه من الرجل راهي تضركم وتضركم بزاف. هذيك سهله على هي، ما تنسهلوا عندها، لو كان نعرف روحي نباصي على جالها، لان اللي هبني هذاك الراعي نتاع عيسى. هاني هنا ما يخلعكش عيسى. اهدنا الجمعي بالسكان نتاعك هذا، عمرك ما تقضي حاجتك. حكمني من ذراع اللي وجعني، ذوب قلب الشايب وخلاه يلقط في القمح كي يطير من كفو. والله والله يا تكمل هكذا، ما تخليني نحبر ولا ندبر. اسكت. هاني سكت اخويا، قول. يلزم نحوسوا له على ضربه تكون صحيحه. نقتلوه؟ ايه
لهنا نديو الروح نتاعو، نسديو له منسج انا وانت وقدور، نخليو القدر اللي عنده يريب. هيه وانا علاه جبت قدور؟ يا لا بالي بقى نحبر وندبر. انا خاطيني التدبار، انتوما دبروا وانا عليا نسك. ملا نفرزوا المسالات، قدور والجمعي انتوما تمشيو لسطيف للمندوبة هذيك اللي شتيها اخوك. مسالتها مفرزة، غير قول روحنا وقضينا لها الصلاح وينساها زعما. قدور معك وتتحير يا الجمعي، غير قول نساها خلاص. والعلة اللي لاصقة في جنابنا وكل مرة تبرق اللي في عينها، كيف نديروا معاه؟ برك حلوا ودنكم واسترشوا لي مليح. عيسى، عيسى هذا راهم بدأوا الجغبل ويفيضوا. صح، جغبل بزاف ولازم يسكر فمه. هذاك هو الشيء اللي يضرني وضرك، ويلزم نكسر له خشمه. طلقوني عليه، طلقوني عليه، نكسر له سطوبه في كاس الشوكة ظلمة. يا ها قدور مش هامة موكش، يلزم نطيحوا له قيمته الساع يعود ما يسواش، لا حد يشوف فيه ولا حد يهدر عليه. أنا نبصر وانت جبناك باش تعاوننا فيه، نشروح كي البرد عند الدم، واللي يفوت ويعقب يعبس عليه. هذه وعرة، هذه كيفه؟ اسكت اسكت واسمع، هذا وسي عمار وانا راني هنا. الله يعيدك يا اخي، راهو يزورك ساعات في المنام، راهو لاباس. لاباس يا ابني لاباس، يا كي نسمع لقلبي يشش لي عليه ويرغي عليه، كي نسمع لعقلي يقول يا عيدة خليه وخطيه. ربي يعطيك القوة والقدرة يا أم عيدة. أمين. بصح أنا لازلت نستنى في حكاية محمد. من هو في يده المفتاح يفتح لنا صندوق السر؟ المفتاح راهو في يدي أنا. هيا بسم الله. قلت لكم هذه الحكاية سجرات في عين الكرمة، في نفطة، في وادي الزيتون، في تونس. هيا نبدأ بسم الله. هيا بسم الله سيدي. هيا وحطوا الزبانة، إني ما
من أين يقطع نقطة جادره موفا فينا وهم أفطى في وادي الزيتونة إيوه ما أقصد أبنائن إيتيها ما تقوليش يخافوا يا ما أقصد أبنائن إيتي ما تقوليش يخافوا يعطيك الصحة والله لا تقول كنت معايا وانت واش داك حتى قريب حكموك عبد خزيم والله غالب وش راه ندير ولا يني غناية مليحة الشابية هاتي هذيك اللي بحذاك محمد يا هذا واش بداك انت الفكيري هذا قريب تحكمت ما زيدش نعاود ياي بالله خير ولدنا خبير اختي المسيه الغاشي اللي جات عشره كون قعدوا للسهره كون قتلونا يا اختي انت الغاشي اللي دفع لينا هديه خويتي مرحبا بيا في كل وقت وش بك ماذا يا اختي يا اختي انت قلبك واش واسع عاد جايه سمعت الاغنيه اللي غناها لنا عيسى يا ما يبا ياي نقول لك هين بالله خير تسمي يا زريخة حتى انا واش نقول لك انت اللي قادر ضحكي روحي ناخذي هذوك البنات يجيو يقفضوا علينا الماء على هذو قرب يطلع الفجر خليني نساها ومازال وصحه ما لا على ذلعيك انا غلبت انا والله لا جاو في يدي اللي بغاو الحنش لا زيد يعاود بسم الله 40 ايام هات الريحه يا نيلي